جمهور الهلال ثم على عيننا وعلى راسنا، وانتم احنا نعمل من اجلكم. كل ما اطلبه من جمهور الهلال عدم الاندفاع. ليس كل ما يكتب او كل ما ينشر هو حقيقه، يعني لا تندفعوا وراء الاشاعه. احنا في وسط الان، وسط كل من اراد ان يصبح اعلامي رياضي اصبح اعلامي رياضي. في ناس يهمهم انه اسمه يطلع فقط، بس ما يهم انه قال بعدها نعم او لا. لا تندفعوا وراء اي احد، انتم جمهور نادي كبير، لكم قيمتكم ترفعون. واحد من لا شيء يصبح شيء، واحد من لا شيء يصبح شيء. او انكم تتبعون ناديكم، واهم عليكم ناديكم لاعبينكم بجميع الدرجات وبجميع الفئات وبجميع الالعاب. انت في النهايه هلالي وتفتخر انك هلالي، انت في النهايه هلالي وتفتخر انك اعلى الانديه السعوديه تحقيقا للبطولات، انت في النهايه هلالي وتتمنى المزيد من البطولات، انت في النهايه هلالي وتتمنى المزيد من البطولات. كل هذا الشيء يجي بدون التفاعل مع الاحداث اللي تصطنع. تفاعل مع الاحداث الحقيقيه. فريق مو عاجبك اغضب، ازعل بدون الاساءه، اغضب على الاداره، اغضب على المدرب، اغضب على اللاعبين، لكن بحدود انك ما تحبطهم لموسم كامل. تكلم هذا الكلام مو الان ولا فتره مجلس الاداره، هذا دائما باذن الله. جمهور الهلال، انتم اللي عودتونا على احترام المنافسين، انتم اللي عودتونا على احترام فريقنا، فاحنا منكم وبنرجع لكم في النهايه كمجلس اداره. نتمنى ان شاء الله استمرار في تحفيز اللاعبين وناديكم بالشكل المطلوب.